بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.